كثير من الناس بيأجلوا الطهور لفترة أشهر. هلأ الصح إنه ختان الطفل أو طهور الطفل الذكر إنه يكون عادة خلال الشهر الأول، يعني إحنا بننصح بين الأسبوع والشهر. هلأ الفترة هاي أفضل للطفل لأنه أقل ألم، يعني إحنا شو ما كان عمر الطفل أصغر احتمالية الطفل للألم أكبر، فبالتالي الألم بكون أكثر أقل عند الطفل عفوا. هلأ الألم لما يكون أقل أنا بريح الطفل، بينما الأطفال كل ما كبر، يعني مثلا الأطفال إذا عدى 4 شهور هون بنخاف إنه نطهره بدون بنج، فكأنه بدنا نعرض الطفل إحنا لبنج وعملية مشان نطهر الطفل. ما في داعي لتأخير طهور الطفل إلا إذا كان في داعي طبي، يعني بعض الأطفال الخدج، الأطفال اللي أصلا ما بيتطهروا بدهم عملية في المستقبل. بس إذا كان الطفل وزنه أكثر من 3 كيلو، وضع الطفل طبيعي لا يعاني من أي أمراض وما عنده أي مشكلة في المنطقة التناسلية، هون بننصح إنه نطهره بأقرب وقت بعد الأسبوع، أقل ألم، أقل نزيف، أقل حدوث مضاعفات شو ما كانت. تجميليا ما بتفرق، بس إنه بكون أفضل إذا كان الطفل أبكر لأنه إحنا بنتحكم فيها بطريقة أفضل. فما تأخروا طهور أولادكم. كثير من الأهالي مع الأسف إنه بكونوا خايفين من الطهور فبضلوا يأجلوا لدرجة إنه الطفل يصير عمره 4 شهور 5 شهور، وهون نضطر إنه نعمل إجراء الطهور بعملية جراحية.